قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن وفدها سيصل قطاع غزة منتصف الأسبوع المقبل لبحث الانتخابات العامة مع حركة حماس والفصائل الأخرى. وسيضم الوفد رئيس اللجنة حنا ناصر والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجنة في غزة. جدير بالذكر أن حماس قبلت إجراء الانتخابات لكنها اشترطت عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن وعدم الفصل بينهما كما يريد الرئيس محمود عباس.